مرحبا يا شاهر. هلا 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 بنوفل. اقول يا نوفل، اقول يا نوفل، وانت بعد طردك رباح. يا والله لعني شدي عمي. يا نوفل لو حملت شيء معك بيدك من الدكانه ما كان احسن، ينقص من عمرك شيء طويل العمر. والله انا قاعد اموت من الجوع. لك ما قدرت شيء البونجوسي، شو عندك انت؟ الا يا جماعه الخير، هذا الحال ما ينسكت عليه ابد. معك حق، وش يطلع بيدنا؟ نرد الديره. الديره ديرتنا والمضارب مضاربنا. اي يا جماعه، يا نشامه، يا جوه الخير، لما نكون ايد واحده رباح ما يقدر علينا. يصح لسانك، يصح لسانه. يقول لك يوم ان هذا شليه وواحد يسوي هيك ومربوط ما يقدر، لكن وحده طق نطق طق نطقي. قوم قوم قوم. شايف يا مسعود، القبيله راح تفضح. والله يا زعيم هم الخسرانين. ها اللي ما يمشي على شوري يمشي من الديره. يا عبي زعيم، يا عبي رباح، يا عبي زعيم. وش في يا مسعود؟ عبي رباح. وش في يا فليحان؟ جابر، جابر ورجاله جايين يغزون القبيله. يا بدور. يلا بسرعه، خلهم رجال القبيله يطلعون يدافعون عنها. يلا بابو رجال بالقبيله، ما انت قلعتهم كلهم. اسمع يا رباح، احنا جينا بلاي اسلاح لجل ما يصير دم بيننا وبينك. احنا جينا نأدبك ونمشي. جابر استهدي بالله يا جابر، ترسل رجالك يضربوني يا رباح؟ تظن ان الدنيا سايبة؟ تظن جابر ما وراه رجال؟ اقول يا جابر، والله ان لمست شعرة واحدة من راس ابوي ما تلوم الا نفسك. وسالفة ان انا ارجع لك هذه تشيلها من راسك، ما ارجع لك طول ما هالقلب ينبض. هذا الهرج ما عاد ينفع الحين. يا ويل ويله وسواد ليله اللي يمس شعره من راس الزعيم رباح. يا ويله يا ويله يا ويله، يا انت متت قبل اشوف الشوق. يا لطيف يا خرب بيتك شو سيدي الخداع الان يا سيدي. خلاص خلاص تنفذوا اللي بقول عليه. نحن في هالمرحله لازم نتخذ سياسه النائب النفس. يلا يا زوان انت وياه. نائب النفس، نائب النفس. والله الرب بيحفظنا. اسمعوني يا الربع. اسمعوني يا النشامة، أنا جرت عليكم وظلمتكم، الشيطان ركب راسي ونساني أهلي وناسي. أرجاكم تسامحوني. السموح يا هالربع السموح. الله يسامح. وحين نرجع الزعيم طرود زعيمنا كلنا أطلب منه السماح. بارك الله فيك. عشان شو عندنا؟